فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بغير السواد للزينة؟ أن تصبغ إيش؟ شعرها بغير السواد لأجل الزينة. شعرها عادي ولا شيب؟ إن كان النوع شعرها عادي أسود فلا تغيره، بقى لونها هذا أجمل لها وأحسن. أما إن كان شيب تغيره بغير السواد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.